أنصار من التجمهر مرة ثانية بالأردن وتلميح نور ستارز لمفاجأتها وتسريحات طفولية لنارين بيوتي وبسين إسماعيل. شاهدوا المزيد من التفاصيل. أول خبر لدينا هو عن عائلة أنصار التي تصدرت العناوين الأخبار هذه الأيام والتي منعت من التجمهر مرة ثانية في الأردن عمان وذلك بسبب فيروس كورونا. فأنس مروة نشر ستوريات أعلن من خلالها أنهم لا يستطيعون أن يلتقوا بالمزيد من المتابعين لأن المسؤولين هناك قاموا بمنعهم بسبب الفيروس وأيضا لسلامة الجميع. ويذكر أيضا أن عائلة أنصار قامت بفتح محلها بالأردن. أعطوني رأيكم بخصوص هذا الخبر. عائلة أنصار اللي موجودين بعمان، احنا عارفين كن انتو زعلانين منا لانه عم تحاولوا تشوفونا ونحن والله العظيم عم نحاول نشوفكم، ولكن للأسف تم منعنا من احنا نكون بأي مكان في تجمع بعد اللي انتو عملتوا مبارح اللي هو كان بجنن، ولكن صحتكم كانت مهمة وكان والله من مبارح لليوم عم نحاول نعمل كل شيء بنقدر عليه حتى نقدر نشوفكم، ولكن الموضوع خارج كتير عن إرادتنا. إذا في أي شيء تغير حنخبركم، ولكن في الوقت الحالي هذا هو اللي صار، فسامحونا من كل قلبنا والله منحبكم، والهدف تبع كل الجاي إنه كنا نشوفكم كل يوم على المنت. لكن البوب اب شوب او متجر عائله أنصار، أنصار هاوس حيكون لساته موجود بالبوليفارد، فيكم تروحوا تزوروا، في مفاجات جوا، في شغلات حلوه جوا، نحن ما حنقدر نكون موجودين ولكن انتم فيكم تكونوا موجودين وتتصوروا، وفي كتير شغلات حلوه حتكون موجوده. عائله أنصار كتير ممكن حكيتونا طب انتم ليه ما تاخذوا مسرح والمسرح هذا نعزمكم عليه ويكون في تباعد اجتماعي وما يكون في مشاكل صحيه. مزبوط، هذا الحل اللي احنا كنا حاطينه على الطاوله من شهر تقريبا وحاولنا نجيب الموافقه عليه انه يكون حتى 5000 حدا، ولكن من عائلة أنصار يكون موجودين، ولكن للأسف تم منعه كمان فما قدرنا نعمله. وبعد مبارح كان كتير صعب نعمل أي إيفنت تانية، اللي قدرنا يكون موجود هو إيفنت بودكاست 150 بني آدم حيكون اليوم بالليل والإيميلات انبعتت مشانه، فبس سامحونا. والخبر التالي لدينا هو عن اليوتيوبر نور ستارز التي ما زالت تحمس المتابعين لمفاجأتها. ومؤخرا أعطت نور تلميح عنها حيث ذكرت الفصل الثامن وقامت بنشر ستوري آخر وهي توقع أوراق. ولا نعرف ماذا تقصد نور بهذه الحركة، أعطوني أنتم توقعاتكم بخصوص هذه المفاجأة. أما اليوتيوبر نارين بيوتي وبيسان إسماعيل طلوا علينا اليوم بتسريحات طفولية رائعة، وذكرت بيسان أن فكرة هذه التسريحة كانت لنارين بيوتي من أجل إشهار أغنية شيرين بيوتي يلا بنا في التيك توك. ويذكر أن أغنية شيرين بيوتي يلا بنا تصدرت الترند هذه الأيام في معظم الدول العربية. أعطوني رأيكم بخصوص هذا الخبر. وحرب من نوع خاص بين اليوتيوبر غيث مروان واليوتيوبر أسامة مروة، والسبب هذه المرة هو سبراي. أعطوني رأيكم بخصوص هذا الخبر. واي، جيت على غرفة غيث لقيت السبراي هاد، شو توقعته يكون؟ سبراي ريحة جو شغلة، طلع شو حبيبي؟ بادي سبراي. الله يحميك يا رب، طلعت بادي سبراي. الله يا عمري انا، شو هالحلاوه، معطر الجو بس الجو هذا معطر. اوكي. وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا كثير لدعمكم ومحبتكم، لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، حطوا لي لايك حلو مثلكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.